مرحبا، عم نكون معكم يوميا على تلفزيون سما لحتى نتعرف على آخر أخبار الفنانين والمشاهير السوريين العرب والعالميين ونشوف شو آخر أخبارهم بفن نيوز. والبداية رح تكون مع حسين الديك يلي سبق وخبرتكم عبير عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة بعنوان سوا سوا. طبعا حسين بالفعل نزل هالأغنية ومن بعد ما صارت متواجدة على يوتيوب قدر انه يوصل لأكثر من 600 ألف مشاهدة بعد يوم واحد بس من طرحها، وتابعت أرقامها بالزيادة لوصلت ل 900 ألف فيوز لحد هلا. حسين ومن بعد غياب 8 شهور عم بتكون رجعته غنية فنيا، فعم بيحضر لأكثر من عمل وحيطلقهم تباعا على طريقة السنجل. أما المخرجة رندا القداح يلي تولت إخراج هالأغنية فاختارت شاطئ البحر والديكورات والأجواء من وحي الصيف وأجواءه الفرحة. الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع ريان وميكس وماستر فادي جيجي. خلونا نسمع جديد حسين ونرجع لنكمل باقي أخبارنا. وبما أنه عم نحكي عن نسب الاستماع والفيوز العالية، ما فينا إلا نحكي عن جديد شمس الغنية. فقدرت نجوى كرم أنه تتصدر وتحتل الترند الأول بأغنية، ومن تصدر الأغاني للترند والنجاحات الفنية حننتقل للأعمال الجديدة ولعند تامر عاشور يلي كشف عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد من بعد ما كان مقرر أنه ينزله خلال الأشهر الماضية، ولكن انتشار فيروس كورونا كان من أحد أهم أسباب تأخيره. تامر عم يتعاون حالياً مع الملحن محمود أنور بأغنية جديدة بعنوان نتكلم، وهي من كلمات حسام سعيد وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أنه يطرحها خلال الأيام الجاية. آخر أعمال تامر هو كليب بقول عادي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال. وحنبقى بالأعمال الجديدة، فمن بعد ما كشف عن تحضيره لميني ألبوم ومن بعد تصريحه بآخر لقاءاته الصحفية أنه بيتضمن ألبومه الجديد 3 أغاني مختلفة بأجواءه، قال أنه كان حريص على التنويع لتكون بمثابة هدية لجمهوره. نبيل شعيل نزل أغنيته الجديدة بعنوان أسوأ أيامي من ميني ألبوم يقولون على يوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان علي بوغيث وتوزيع علي المتروك، وكان نبيل طرح مؤخراً أغنية عطوة جوا وقدر يحقق من خلالها نسب استماع عالية ورضا ومحبة من جمهوره حسب رأيهم. وختام جولتنا الفنية لليوم حتكون مع نضال الشافعي يلي خبرناكم عن إصابته بثقب بالكولون الأسبوع الماضي من بعد ما صار توتر بينه وبين منتج فيلمه الجديد بعنوان ميني بار. وبتطور جديد للحالة الصحية لنضال، كشف مصدر طبي إصابته بموضع الجرح، ونظف له الطبيب المعالج الجرح الملتهب أكثر من مرة، الشيء اللي أصاب الشافعي بآلام شديدة وسبب بارتفاع درجة حرارته. كرمال هيك قرر الطبيب أنه يضل نضال بالمستشفى لتتحسن حالته، خاصة أنه من المقرر خضوعه لجراحة جديدة الشهر الجاي حسب آخر الأخبار الصحفية. جولتنا على أبرز الأحداث الفنية لليوم خلصت. أخبار جديدة بكرة بفن نيوز ونفس التوقيت. تبقوا بألف خير. باي باي.